نور العينين أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي وعلى الخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. أزور علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليكم. السلام عليكم الشهداء. أزور الشهداء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية
وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. من زار الحسين في ليلة 23 والتي يرجع فيها أن تكون ليلة القدر كما في الرواية، صافحة أرواح 24,000 ملك وكلهم يتهيأ وكلهم يستأذنون الله لزيارة الحسين. فكأني في مثل هذه الليلة كربلاء تضيق بالملائكة، وكأني بروح الحسين مرفرفة وهو يقول: وعليكم السلام يا زواري، ونحن نتذكر مصيبتك أبا عبد الله وما جرى عليك وعلى أهل بيتك ونسائك، تسائل سقل من بلد إلى بلد ومن ظالم إلى ظالم حتى أوصلوهم إلى الشام ومصائب الشام وما جرى في الشام. وفي تلك الخربة التي ماتت فيها رقية بنت الحسين رأت أباها في الرؤيا فاستيقظت فلم تجده، وعجت وعجت معها بنات الحسين وأخواته. وصل الخبر إلى يزيد، قال: ما هذه الضجة؟ قال: طفلة الحسين رأت أباها في الرؤيا وهي تريده. قال: إذا احملوا لها رأس أبيها. جاءوا بالرأس، وضعوه في طشت وغطوه بمنديل، وضعوه أمامها، ظنته طعام. قالت: عمّا لقد عزفت نفسي عن الطعام، أريد والدي الحسين. ولزمت زينب يدها على قلبها تخاف أن تموت الطفل على رأس أبيها الحسين. قالت لها: بني رقية اكشف الطشت، فكشفت الطشت وإذا ترى رأس أبي الحسين. فانكبت عليه وهي تقول: أبا أبا، من الذي حز وريده؟ أبا، من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبا، Yeah.
الشام سمردا، ولا جعله الله آخر سلامي عليك يا أبا عبد الله. اللهم ارزقنا العودة والعودة والعودة، اللهم بحق هذه اليتيمة فرج عنا يا الله وعن جميع المكروبين، لا سيما الأسرى المعتقلين المحجوبين، خلصهم يا ربي بسم الله. اللهم رد غرباءنا آسف السيد عن السيد يوسف ورجل الأنيس، شاف المرضى المؤمنين، وآخر ما يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.